الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضالخة برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان، يسعدني أن ألتقي بكم لهذا اليوم الأحد 29 من صفر لعام 1436 هجرية، الموافق 21 من ديسمبر لعام 2014 والرابعة والناس. ومن الآن وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر إن شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج 600-5516-10 أو من خلال رسائل النص القصير على 7009. وأنا رحب بكل مشاركاتكم، يا هلا وسهلا فيكم. غادة بشير وهاجر عبد الرحمن وعلي عبد العزيز يصبحون عليكم بالخير ويتمنوا لكم قضاء أوقات سعيدة وممتعة إن شاء الله يا رب العالمين. نتواصل معكم مستمعينا، ونتواصل أيضا ومشاهدينا وأخبارنا المحلية، حيث أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم بحفظ الله ورعاه خلال زيارتي للقرية العالمية أمس، أن مثل هذه التظاهرة الثقافية والشعبية لها كبير الأثر في بناء جسور التواصل بين شعبنا وشعوب العالم بعيدا عن الترتيبات الرسمية والبروتوكول. وأشاد سمو باستمرارية تنظيم القرية العالمية على مدى هذه السنوات الطويلة ما يعكس شعبيتها. أيضا استقبلت معسكرات تدريب منتسبي الدفعة الثانية من مجندي الخدمة الوطنية الذكور والإناث أمس، وتوهد المنتسبون إلى 5 معسكرات على مستوى الدولة. وتقدم الدفعة الثانية ممن التحقوا بالخدمة الوطنية أمس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حيث أعرب عن سعادته البالغة بانضمام إلى الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن الانخراط في سلك الجندية واجب وشرف لكل من ينتمي إلى هذا الوطن الغالي. تراجعت أعداد مشتركي الهاتف المتحرك لدى اتصالات ودوخ خلال أكتوبر الماضي 163,448 مشتركا، مقارنة مع زيادة في سبتمبر 275,000 مشترك، بعد إلغاء 331,000 خط على مدار 3 أشهر من يونيو إلى أغسطس لم يحدث أصحابها بياناتهم خلال فترة حملة رقم هويتي. ولم تعلن هيئة تنظيم الاتصالات التي أصدرت بياناتها عن أكتوبر أسباب هذا التراجع، بيد أن مسؤولين في القطاع أرجعوه إلى استمرار إلغاء الأرقام التي لم يجري تحديثها منذ انتهى المرحلة 6 والأخيرة من حملة رقم هويتي، والتي انتهت منتصف أبريل الماضي. وهذا طبعا على مستويات كثيرة، حتى ما يتعلق بالإنستغرام أيضا أمس صار تحديث في النظام، والمشتركين كذي اللي مفاعلين أو مشتركين، المهم لغة وايد من المشتركين. فالاتصالات نفس العملية، ولكن ما في هناك يعني مثل ما تقول هاي الأعداد كلها، لأن كثير من الناس عندهم 3 و4 أرقام وما حدثوا الأرقام هذه، فاضطرت الاتصالات ودو إلى إلغاء كل هذه الأرقام. أيضا أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رصد مبلغ 22,873,000,000 درهم لإجمالي موازنتها لعام 2015. وقال سعيد محمد طاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة تفصيلا أن الاتفاق على المشاريع والمشتريات الرأسمالية في الموازنة الجديدة يصل إلى 8,828,000,000 درهم، مقارنة
مع 7,750,000,000 دنم في موازنة العام 2014، حيث تتضمن الموازنة الجديدة لعام 2015 مشاريع مهمة، من أبرزها مشروع رفع القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه لمحطة كي بجبل علي، بإضافة توربينين غازيين بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجا وات من الكهرباء، وإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجا وات كهرباء لمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه لمحطة أم بجبل علي. كذلك إنشاء 12 محطة تحويل كهرباء رئيسية قدرة 132 كيلو فولت، وتمديد كابلات قدرة 132 كيلو فولت بأطوال تبلغ 272 كيلو مترا، وعدة مشاريع أخرى في مجال نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات الاتصال الذكية. أيضا يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته 6 برئاسة محمد بن أحمد المر رئيس المجلس وبحضور عبيد بن حميد الطائر وزير الدولة للشؤون المالية بعد غد الثلاثاء بمقر المجلس في أبو ظبي مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بقيمة 1,700,000,000 درهم، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015. أيضا استكمالا للتوعية الأمنية والقانونية من مخاطر التورط في جرائم الاتجار بالبشر التي تتناولها الخليج أسبوعيا بالتعاون مع مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، يسرد المقدم الدكتور سلطان الجمال مدير المركز قضية فتاة نالت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات مع الإبعاد عن الدولة بسبب عرضها طفلتها البالغة من العمر 6 أشهر للبيع. وقال أن تفاصيل الواقعة تتلخص في تورط فتاة تبلغ من العمر 23 عاما في علاقة جنسية غير مشروعة مع أحد الأشخاص وأنجبت منه طفلة، وعندما بلغت من العمر 6 أشهر قررت عرضها للبيع لكي تخفي جريمتها. وأضاف أنه وردت معلومات إلى أحد مصادر الشرطة عن التزام إحدى النساء الأسيويات ببيع طفلتها بقيمة مالية محددة، وبناء على ذلك تم التواصل مع المرأة من قبل أحد عناصر الشرطة النسائية وأبدت رغبتها في شراء الطفلة، واصطحبت مع عنصر شرطة رجلا مثل دور الزوج، وتم مساومة المرأة على السعر وتم الاتفاق فعليا على بيع الطفلة مقابل المبلغ المعروض، حيث تم تحديد مكان وزمان التسليم. وأضاف أنه في الوقت المحدد تم تكوين فرق عمل لترتيب كمين محكم من قبل أفراد الشرطة لإلقاء القبض على المتهمة، وبالفعل حضرت بطفلتها وأثناء تسليمها الطفلة واستلام المبلغ ألقى القبض عليها متلبسة بجريمتها، وتم جلبها لمركز الشرطة حيث وجهت النيابة إليها تهمة الاتجار بالبشر، كما تبين من خلال استجوابها أنها من معتادي الدعارة. أيضا أكد حميد بن ديماس سويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن الوزارة قررت تشكيل فريق عمل داخلي يتولى الإشراف على إعادة النظر في الإجراءات المتبعة حاليا في تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص لدى الوزارة، وإصدار التصاريح الإلكترونية ببطاقات العمل وعقود عملهم بشكل الذي تحقق بموجبه السرعة والدقة في عملية التسجيل. وأضاف السويدي أن قانون الخدمة الوطنية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب المواطن ومؤسسات القطاع الخاص في الوقت ذاته من خلال استمرارية حصول الملتحقين بالخدمة على قيمة رواتبهم الشهرية التي يحصلون عليها نظير عملهم لدى المؤسسات من دون القطاع، وبالمقابل التكفل بسداد نصف قيمة هذه الرواتب. وأشار أنه يجري حاليا تنسيق بين الوزارة وهيئة الخدمة الوطنية لوضع آلية تكفل سهولة صرف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن يلتحقون ببرنامج الخدمة الوطنية ورد نصف قيمة تلك الرواتب للمنشأة التي يعمل لديها. كشف المجلس الوطني الاتحادي أن ضعف الدعم الحكومي للجمعيات التعاونية واقتصارها على إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية تسبب في تصفية وإفلاس عدة من الجمعيات خلال الفترة الماضية نتيجة عدم استطاعتها الصمود في المنافسة مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في الجمعيات 4% فقط من إجمالي العاملين بواقع 345 مواطنا، كما بيّنت الإحصائيات خلو 11 جمعية من العمال المواطنة. يأتي ذلك حسب تقرير أصدرته لجنة مؤقتة شكلها المجلس لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات التعاونية، الذي أشار إلى غياب أي دور حكومي فاعل وقوي في المساعدة على حل مشكلة تلك الجمعيات الذي تترتب عليه زيادة أسعار السلع التعاونية على أسعار القطاع الخاص، ومن ثم يفقد المستهلكون ثقتهم بالجمعيات التعاونية. ولفت التقرير لأن وجود صعوبات تقف دون النهوض بالحركة التعاونية لأداء دورها في عملية التنمية، وفي مقدمتها قلة الدعم والامتيازات للجمعيات التعاونية وارتفاع قيمة الرسوم التي تدفعها للجهات المعنية مثل وزارة العمل والبلدية وغرفة التجارة والدوائر الاقتصادية، إضافة إلى استهلاك بعض الجمعيات رأسمالها في تأسيسها وعدم توافر أراضي كافية لبناء مخازن وصالات عرض تستوعب الإنتاج والطلب المتزايد على المنتجات.
أيضا وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي الجمعة الماضية إلى نحو 215 ألف مسافر خلال يوم واحد، ليسجل المطار بذلك أعلى رقم في تاريخه بحسب مؤسسة مطارات دبي. ووفقا لهذه الأرقام التي تشمل المسافرين القادمين والمغادرين والترانزيت، تعامل مطار دبي مع نحو 149 مسافر في الدقيقة الواحدة خلال 24 ساعة، ويحتفظ دبي الدولي بالصدارة كأكبر مطار في العالم ارتباطا بالعالم الخارجي من خلال عدد المقاعد التي يوفرها أسبوعيا على الرحلات الدولية المغادرة بنحو 957 ألف مقعد. ووفقا لبيانات مجلس المطارات العالمي، فإن مطار دبي الدولي لا يزال يحافظ على مركزه الأول في قائمة أكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، متخطيا مطار لندن هيثرو الدوليين متخطيا مطار لندن هيثرو المصنف الأول خلال عام 2013، وذلك خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها مطار دبي الدولي نظيره البريطاني خلال فترة تسعة أشهر متتالية، بعد أن تعامل مع نحو 52 مليون مسافر دولي في الفترة ما بين يناير وسبتمبر العام الجاري. ويستهدف دبي الدولي الذي يتوقع أن يتعامل مع أكثر من 71 مليون مسافر خلال العام الجاري تخطي مطار لندن هيثرو عن عام كامل في 2014. وهناك أكثر من 145 شركة طيران تستخدم مطار دبي الدولي، وتوفر رحلات ربط إلى أكثر من 260 وجهة حول العالم، ما يجعل المطار الخيار المفضل لدى المسافرين لتوفير رحلات ربط خلال وقت قياسي. أيضا التربية، الوزارة وضعت ضمن استراتيجياتها 2015-2021 برامج داعمة لهذه الفئة ذو طلبة المدارس لا تمتلك آليات للتعامل مع بطيئي التعليم. هني مروان الصوالح يقول التربية وجهت المدارس إلى التواصل مع ذوي الطلبة لوضع برامج علاجية مشتركة. اعتمد مجلس إدارتي الطرق والمواصلات ترسية عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقتي الممزر والنهدة الأولى بكلفة تقديرية 118 مليون درهم، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للخطة 500-2012-2016 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي بكلفة تقدر بنحو مليار درهم. وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة مطار الطائر أن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في منطقتي الممزر والنهدة الأولى يأتيان في إطار حرص الهيئة على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في أعمال طرق الإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان. كشفت إحصاءات مؤسسة صندوق الزواج أن عدد المستفيدين من منحة صندوق الزواج خلال العام الجاري بلغ 2671 مستفيدا بإجمالي 97 مليون و170 ألف درهم تم تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وأخطارهم عن طريق طبعا الرسائل النصية القصيرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج إعداد المقبلين طبعا على الزواج هذا العام 2500 شخص، وعدد المستفيدين من مختلف الورش والفعاليات ما يقارب 700 مستفيد. أيضا طلبوا بوضع لائحة أسعار لحمايتهم من الاستغلال المالي سكان في الفجيري يشكون من رفع الكهربائيين أسعار الخدمات، حيث طالب سكان في الفجيري بوضع ضوابط لعمل فنية الكهرباء من خلال تحديد قيم المبالغ المالية التي يتقاضونها من المستهلكين مقابل إصلاح وتركيب بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، موضحين أن قيمة الخدمات تتباين من طبعا فني لآخر، ما يؤكد عدم وجود لائحة تحدد أسعار ممارسة هذه المهنة، الأمر الذي يشجع فني الكهرباء على استغلال العملاء. فيما شدد مدير إدارة حماية المستهلك وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على أن العميل هو المسؤول عن التصدي لمثل هذه الحالات باعتباره هو المستهدف الأول في الاستغلال المالي، داعيا إياه لإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات قد يمارسها الكهربائيون كرفع قيمة الخدمات التي يقدمونها من خلال اتصال بمركز حماية المستهلك.
أنا أتحدى أي واحد يقدر يحدد قيمة الكهربائي هذا الفني الكهربائي. يا جماعة الخير أنت الآن ما بتشتري يعني قطعة كهرباء، هذا نحن تعودنا كذي يعني الآن على عيني وراسي حماية المستهلك والدكتور هاشم النعيمي، ولكن أنت كيف تحدد قيمة اللي أنا بسويه؟ ما في عندنا أسعار محددة مثلاً، إذا أنا بي ببطل لك مثلاً على سبيل المثال ببطل لك العداد أو بغير لك أي قطعة في البيت في مثلاً بقى. مثل الثلاجات مثل أي قطع غيار أنت تأخذها الآن وتوديها على حسب. أنت الآن تشير من مكان لمكان عندنا تفاوت، البارحة واحد يخبرني يقول لي صرت بغير سفايف عند السيارة جديدة، أبي جديد سيارتي يعني مستعمل، يقول لي بغير سفايف، جيت الدكان الأولي قال لي 260 للدرامويل أبغي مخرطة وما مخرطة وشذي، وهذا يقول صرت الدكان لحذالة ب 130 درهم يعني نص القيمة. فأنت ما تقدر تحدد، هذاك بيقول لك أنا شغلي كذي، أنت ما تقدر تحدد، ما في حتى الكهربائي الآن الكهربائيين والدين هاي العالم من يقول لك فنيين ولا يخصهم في الفنيين ولا شيء، هاي اللي يعني كلهم متعلمين هنا. شو الفني عندك كعد؟ أنا أول مرة في حياتي أشوف فني يشال كعد، حين يوم تزقر أنت يجيك شال كعد، ترى في السباين ما بشنطة بعد، يا ليت شنطة كعد يجيك شال الكعد، سواء بيفيتر ولا بيفيتر ولا هذا ولا كهربائي، ما تقدر أنت تحدد شغله. يقول لك المستهلك، المستهلك الحين وبعدين أنت المستهلك مضطر عين في من أمال الكهرباء، يقول لك بي بشوف مثل الدكتور 600 أنا بي بفحص مبند عندك الكهرباء في البيت، أنا بي الفحص 600 إيه بشوف شو عندك يطلع عقب ما أدري، بس الفحص المبدئي 600 إذا تبغي كهرباء ما تبغي كهرباء التقع. فأنت ما هني صعب هالأمور هاي صعب نحددها، لأن أنت ما عندك أسعار. الحين الحين السلع ما عندنا أسعار ثابتة للسلع، تقول لك تحدد لي الله باسمي تحدد لي سعر هذه للكهربائيين الفنيين الكهربائيين، إحنا ما عندنا. إذا أنت في تفاوت في المحلات من سلع لين سلع، ما دام في تفاوت من الجمعيات لين الكارفور، الآن الجمعيات التعاونية أغلى عن الكارفور، إيه فشوين تقدر تضبط العملية؟ عمي العملية العملية تبغي له شغل. الآن يأخذون وايدين يصير من محل لين محل، وتعودنا الحين وين ما نصير نكاسر، تعودنا الآن ما تقدر أنت ما تكاسر الآن، إيه تصير تقول له بهالكثر قال لك بهالكثر، رأيك المرة صرنا نشتري الطاشة مع النايلون قيمته ب 25 درهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلنا لا اللي تعرف حق يستخدمون حق الغسيل وحق الدبش وحق هذا، تعال عطنا أربعة حيدن بمية الأربعة، قال 200. ليش خالي 200؟ قال بوي شارين ب 25 قبل فترة. قال لا بوي هاك قبل فترة كان المستودع اللي أنا مأجرنه ب 50، الحين المستودع علينا بأجرنا ب 150 زاد علي 100,000 درهم، وين أطلع منكم أنتوا؟ قال السعر هذا ما الحين شارين بنفس القيمة، السعر الأولي نفس السعر الأولي، بس أنا ما أقدر أبيع بالسعر الأولي اللي فيه الفائدة الأولية، وين أي بغطي 100,000 هذه مال الستور اللي يعني مال المستودع؟ أنت خالي ما الله بسمح ما تقدر، هاي العملية صعبة، العملية وايد صعبة. نحن لازم نضبط الأمور قبل السهل اللي تنضبط، عقب نضبط الفنيين، اللي بيسمع الفنيين بيطيح واقف بيقول ألمان هاي لا كلهم بنغالي ومتعلمين هنا. إيه زكريا صباح الخير كيف حالك؟ والله لو طلعت فني كهربائي يحصل لك على الكافتيريا والله العظيم. ها بيدخل لي وايد على تجل المعاش، بيدخل لك وايد زيارة واحدة 500 درهم. إيه بعدين البنغالية يعني ما أدري إيش قاعد البنغالي، إذا تيب البيت يشتغل كل شيء، إذا جاي بن البيت وشاف قالك تبغي صبغ إنزين أنت جاي كهرباء إيش لك في الصبغ؟ متعهد كامل والله العظيم. إيه شاف المظلة شيء طايع عندك في البيت ما تبغي تصليح هذا، تبغي صبغ هذا، تبغي شيء أنترلوك، كل شيء إذا شافك ما عندك أنترلوك تبغي تسوي أنترلوك، ما يبغي نفر يسقي زراعة، كل شيء يعرف فني كهرباء يا ولد هالفنيين اللي نحن حسمعك نتواصل بعد هذا الفاصل. كونكورد إيفنتس تقدم سلطان طرب جورج وسوف. قلتهم زماني نسيوا زماني في ثواني.
وذلك ليلة رأس السنة الأربعاء 31 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للحجز والاستفسار 055-715-2224 أو 050-360-42-41 برعاية الشعلة للعقارات وراديو الرابعة. شو جاهز؟ خايف شوي. أنا كمان. يا الله يستر. حسيت مثل ما أنا حسيت؟ الروعة. شعور ما بينوصف. شيء كتير جديد. تعي خلينا نشوف أصحابنا وين. ياس ووتر وورد أبوظبي، حيث تروى المغامرات. احصل على بطاقتك السنوية الآن. لمعرفة المزيد ياسووترورد.com. بس وقف. شو السالفة؟ هذه الفيلا اللي أباها. كيف؟ خبريني بعد ما شفناها من داخل، شو السر؟ لا تحاول، ما تشوفهم ركبين خزانات البسام؟ وهذا يكفي. خزانات البسام؟ خزانات البسام صحة وأمان وراحة بال ومعزولة من حرارة الشمس. وزيدك بعد عندهم 12 فرع في الإمارات وأكبر ماكينة بالعالم، ودورات المياه المتنقلة متوفرة الحين بس عند البسام. والله عندك حق دائما، اختيارك زين. هذه خزانات البسام، قلت لك لا تحاول. لم يعد نمو الشعر سراً بعد الآن، فمع خليط الأعشاب النادرة من الهند وغابات الأمازون يأتيكم زيت الشعر فورست هيربز، الذي يمنع تساقط الشعر ويقويه ليمنح شعرك لمعان طبيعي لا مثيل له، بمكونات طبيعية 100%. فورست هيربز، جمالك من الطبيعة. افرش بيتك وأنت في بيتك يقدمها أوبشنز للمفروشات مع تخفيضات تصل حتى 69% على كافة المعروضات. زورونا في دبي شارع زعبيل أو اتصلوا على 800-678-4667. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خبرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. على وصف الرجال اللي تسمى بالفعال رجال، لفت بيض العلوم وبيض الله وجه راعيها، لفت ما كنها الا سبق الخيل بدت تختال، نواصيها النعوت وفي مناكبها قوافيها، قصايد والقصايد ما نساومها بجاه ومال، نعب بحورها ونهاج مزملها نرسيها، اذا امتد الفكر وامتد ليلي والقصيد وطال، توشحت الشوارد ولبست الأشعار غاليها، كذب كذب من قال ساعفني عليها الجن يوم تقال، أنا ألبس جنها واصدر مواردها ورويها، أنا ولا فخر نجل الشامخ المتمرس الريبال، على وصفه تجاريني القصايد قبل جاريها، على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها معانيها، على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها معانيها، متى قالوا صواريها المعاني ما هناك اشكال، حرام اني لمد شراعها لاكبر صواريها، على اكبر منبر ارميها ثنى وعز وفخر وجلال، مدام ان الثنى لهله على اكبر منبر ارميها، لجل قرمن غرس حلمه لشعبه واثمرت لامال، حقايق نبصر اولها ونتباشر بتاليها، حقايق واضحه من دون ابو راشد صعب تنطال، تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها، مغانيها تراود كل عطر ما خطر على البال، وراضيها يراود كل عاشق فوع ناديها، أراضيها الخزامة والنفل والبختري والهال، وما يخطر على بال العطر يزخر براضيها، ولي فيها محب أسرف على قلبي وحط وشال، طلب روحي وروحي منه فيها اللي يكفيها، من أول ما عرفته والضلوع اتجر له موال، ولدري نيته بضلوع صدري وش تواليها، أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى
أو إنه لي يحليها، أو إن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال. نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها، دبي العز من طيب النسايم عودها ميال. تمسي صاحب القدر ونحن بسمه، نمسيها صدى داره بالشرق وغرب وجنوب التقى وشمال. قبض لاربع جهاتي لين داره ذاع طاريها، طغى عزمه على وعر الدروب وله غدة مسيال. تسيل الأرض لقدامه وتفخر من مواطيها، غريبة غريبة كيف جادت به سنينه والسنين بخال. والأغرب كيف تضماله وهو بالجود يسقيها، لو أن المجد سهل كان كل طال منه نال. دروب المجد ودروب العلا صعبة مراقيها، طويل العمر طويل العمر ما جي تعتزي في وصفك الأمثال. ولكن المثايل تعتزيني بك ولبيها، يا بوي يا بوي يبشر ترى شبلك توارت عن مداه شبال. وثب فوق الدروب وسابقت رجله خطاويها، ورث عزمك وحزمك والخصال تجر طيب خصال. مواثيقه على طرق المكارم بك يجديها، إذا شد الفخر لجلك رحاله قمت شد رحال على نهجك عشان أفرد رحاله وارجع طويها. وإذا قالوا من أدرى بالحصابي والوزون ثقال، عرفت إن الوزون ثقال وانت أدرى بحصابيها. وإذا قالوا من أدرى بالحصابي والوزون ثقال، عرفت إن الوزون ثقال وانت أدرى بحصابيها. على الدنيا جدال اللنت والله ما عليك جدال، مع النيدك يجادل كل وادي سيل واديها. لو إن السحب تنشى من كفوف أمست عليك ظلال، وخرت شاجدة له للثرى من جود منشيها. مكارم كل مكارم والعطايا من بحرك تزال، لو ان السفن تجري في يمينك ضاع شاطيها. يمينك كم لاحت وبرقت وبطت وهي تنهال، ولا والله تدري عن يسارك كم معاطيها. وكم رجل بصدره حاجه وجاك وقبل ليسال، عطيته كن كدرة بالصدور وسرخا فيها. وكم حلم سبقته كان في عين الزمان محال. تقول المقبلات افضت عليك اسرار باريها، يقولون اختصرت اجيال، واقول انت فخر الاجيال. اذا الاجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها؟ حياكم مجددا مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ونتواصل أيضا مع المزيد من الأخبار، حيث حصلت سلطة واحد دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحد دبي للسيليكون المنطقة الحرة المتكاملة للتكنولوجيا، على شهادة إيزو 2011 5001 تقديرا أو 50001 تقديرا لجاحية لتلبية المتطلبات اللازمة لإنشاء وتنفيذ تطوير نظام شامل لإدارة الطاقة، وكذلك على شهادة إيزو 14001 لإدارة النظام البيئي. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس سلطة واحد دبي للسيليكون، عقب تسلم الشهادتين تمثل شهادتان دليلا جديدا على فعالية الجهود التي تبذلها واحد دبي للسيليكون لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة ومستدامة ضمن بيئة داعمة تمتاز بهيكلة عمل ناجحة وسياسات تنظيمية سليمة. ولا شك في أن هاتين شهادتين ستعززان من مكانة الواحة في كفاءة استخدام الطاقة بين نظرائها على مستوى العالم، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية. مبروكين الشيخ أحمد وتستاهلون. أيضا المنصوري يقول نهدف إلى ترخيص جميع المدارج الحالية والمستقبلية في الدولة. الطيران المدني تمنح برج العرب أول ترخيص محلي لمهابط المروحية، حيث منحت الهيئة العامة للطيران المدني أول ترخيص لمهابط الطائرات المروحية أو العمودية للمهبط الواقع على سطح فندق برج العرب التابع لمجموعة جميرة لإدارة الضيافة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على الصعيد المحلي. وسلم وزير الاقتصاد رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني سلطان بن سعيد المنصوري أول ترخيص لمهابط الطائرات العمودية للرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة جميرة جيرالد لويس، بحضور المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف بن محمد سويدي.
قال المنصوري أن منح ترخيص مهبط الروحيات لطبعا برج العرب يعد الخطوة الأولى لخطة طويلة الأمد تهدف إلى ترخيص كل المهابط الحالية والمستقبلية في الدولة. أخاف نصها ما تعطونا تلاقونا غير مطابقة. الحين أنا أشوفها استوت مثل موضة بس إيه. ما أدري شو سالفة ليه في الجدر بيطلع بلاش يوم بسيرون أظني لازم هيد يعني إذا أنت بسير تطلب ترخيص أو بيعطونك ترخيص لازم يقبل الشيء لأن الحين اكتشفنا مبلغ هذا يخلي المهابط يا ريال يعني في بنايات وايد مسوي لنا المواقف هذه متعددة الطوابق وآخر شيء خاليك بندوا المواقف وسووا سووها انشقاق لأن السيارة ما تدش السيارة ماشي كانت تدش دراجة نارية ولا تيب شو ماخر متكسر عشان يدخل السيارة بالغصب داخل وحذالك جار والأعمدة مال البناية ما تقدر تكسر الأعمدة ما تقدر تسوي شيء على الشارع فخلوها نسووها انشقاق مرة ثانية خالي فأواجروهم مستودعات فما الطيارات بعد الله يعينك إن شاء الله. يقول لك تضمن مطار دبي الدولي بان افتتاحه الرسمي في 30 سبتمبر 1960 مهبطا من الرمل المرصوص لإقلاع وهبوط الطائرات ومحطة اطفاء ومبنى صغير للمسافرين وبعد 54 عام تطور المطار من مهبط صغير يعمل بشكل أساسي كمحطة للتزود بالوقود لقلة من الشركات أو لقلة من شركات طيران ليصبح بوابة دولية لنحو 125 شركة خطوط جوية وواحدا من أبرز المحاور العالمية للمسافرين الدوليين وحركة الشحن الجوي وفي عام 2013 ارتفع عدد المسافرين عبر المطار إلى 44 طبعا 66 عفوا و 400 مليون 66 مليون و 400 ألف مسافر ومن المترقب أن يتجاوز عددهم 100 مليون مسافر بحلول نهاية العقد 1960 ما شاء الله لين الحين اللهم لك الحمد والشكر. تتكلم عن 54 سنة الحمد لله رب العالمين. أيضا هنا ملاك يؤكدون أنه لا مانع قانونيا من الزيادات وعقاريون يطالبون باللجوء إلى المنازعات الإيجارية مستأجرون 50% ارتفاعا في إيجارات أبوظبي خلال عامين. الحين هو لازم يشوف لنا حد من الخبراء شو لنا خبير الله يخليك ما العقارات لانه ما لا هني يقول الملاك اضطررنا الى رفع الايجارات لوجود فوارق كبيره بين ايجارات الوحدات السكنيه في البنايه نفسها الزيادات الايجاريه الكبيره المتتاليه اصبحت ظاهره في ابو ظبي وسط توقعات بامكانيه استمرارها. ايضا هني المدير العام لشركه لؤلؤة الخليج العقاري يقول ناصر الحمادي انه من المنتظر ان يؤدي انخفاض اسعار النفط الى انخفاض الايجارات نتيجه تاجيل بعض المشروعات غير الضروريه وبالتالي تقليل العماله ووجود تراجع في الطلب على الوحدات السكنيه وزياده المعروض فضلا عن انخفاض النفط قد يؤدي الى نقص التمويلات من جانب المصارف للاسكان من جانب مصارف الاسكان طبعا ما يؤدي الى انخفاض الايجارات. والله يا طويل العمر هذا كلام ما عدنا ما عدت منو تصدق ما تعرف منو تصدق يقولون كلام ويطلع آخر شيء كذا وما تعرف حد يقول الآن ما بيتأثر العقار بالانخفاض البترولي ما تدري وحد يقول لك اشتر أسهم مدام نازلة الحين وعشان تبيعها بعدين فائدة وحد يقول لك لا تشتري بتنزل أكثر حد يقول لك إذا نزلت بتم نازل وايد ما بترتفع بسرعة عايشين في دوامة خالي ما بعرفين شو السالفة. الله المستعان. اليوم هارون وين صار هارون
هارون اليوم في جريدة الخليج في الكاريكاتير أيوة بكشة من الدولارات أو صرة من الدولارات هاك يبين إنه من كان دورت إنه مواطن فارن على واحد صاحب بدلة وهذا تحت حيران شال الملف ماله في ديه وحيران تحت ويتقاذفوا المبالغ المالية الدولارات منها تمر من فوقها مسجد الله المستعان. هني رسالة من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بمناسبة اطلاق طبعا دبي 2021 الى رجال يقول ونساء الوطن المخلصين الى القادة والمسؤولين الى جميع من يحمل في نفسه طموح وعزيمة من طموح وعزيمة المؤسسين إلى هؤلاء جميعا أقول أمامنا 7 سنوات عظيمة طبعا في الأهداف عالية في التطلعات ممتلئة بالتحديات أنتم عشاق المركز الأول بكم ومعكم نستحق طبعا سنحقق عفوا لشعبنا المستقبل الأفضل والأجمل نطلق اليوم خطة دبي 2021 والله نسأل أن يسدد طبعا ويؤيد ويوفق جهودنا جميعا لتحقيق السعادة والرفاهية والحياة الكريمة لشعبنا محمد بن راشد المكتوم الله يجزيك عنا خير الجزاء إن شاء الله يا طويل العمر يبارك في عمرك وصحتك إن شاء الله وبعد نتريى منك المزيد الله يطول عمرك خليك نتواصل بعد هذا الموجز والزميلة غالية راديو الرابعة راديو الرابعة الإذاعة الوحيدة في الوطن العربي التي تأخذك حول العالم التي تأخذك حول العالم هنا الرابعة أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة شكرا زميلي مراشد حياكم الله مستمع مشاهدي الرابعة أينما كنتم في آخر الأخبار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة يؤكد أن الخدمة الوطنية وسام شرف على صدور أبناء الدولة وواجب وطني مقدس وبنات الإمارات يؤكدن أن حماية الدولة مسؤولية الجميع رجالا ونساء خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الإمارات للهوية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني يؤكد أن دقة البيانات السكانية تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز التنافسية العالمية للدولة المجلس الوطني الاتحادي يناقش في جلسته 6 ثلاثاء ميزانية العام 2015 وأكثر من 1 مليار درهم اعتماد إضافي لميزانية العام الجاري القيادة العامة لشرطة عجمان تواصل والمنطقة التعليمية في الإمارة حملة طفولة بلا تحرش في عجمان تعزيزا لجهود وزارة الداخلية لحماية الطفل السعودية تعلن استجابة قطر ومصر لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن العلاقات الثنائية في عالم الاقتصاد المجلس الوزاري لمنظمة أوابك يعقد اجتماعه 93 اليوم في أبوظبي مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يطلع على تقرير أبرز مؤشرات الأداء في ضوء خطتها الاستراتيجية في عالم رياضة اتحاد القوى يشيد بمبادرة اللجنة الأولمبية الوطنية إيقاد الشعلة على كاسر الأمواج بأبوظبي دبي البحري يستعد لانطلاق الجولة الافتتاحية من بطولة الإمارات للدراجات المائية يناير المقبل سمو الشيخ محمد بن شايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان عوافي رأس الخيمة يطلق أسراب الفرح في سماء الإمارة بإطلاق الدورة 12 للمهرجان حكمة زايد العرض 3 لبرنامج منشد الشارقة والذي يقدمه تلفزيون الشارقة على مسرح المجاز يشهد بحضور أكثر من 2700 متفرج خروج 4 منشدين من بين 10 لتتقلص دائرة المنافسة بتأهل 6 منشدين إلى العرض 4 والختامي لاختيار الفائزين 3 الأوائل بعد منافسات مثيرة تفاعل معها المشاهدون من مختلف أنحاء العالم وفي إطار فعاليات برنامج دبي السعادة بلدية دبي تلون حياة المجتمع في حديقة الخور بنات السبع للإمارات لونت حياة مقيميها وناظريها من مختلف أنحاء العالم بالفرح من وطن الخير والحب والجمال بعد الفاصل عودة للزميل براشد والرابعة والناس وفالكم الخير إن شاء الله حياكم الله كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة
دلل نفسك بتجربة غنية من الرقي والأصالة في مطعم حلويات ديوان المهنة، وتمتع بفن المطبخ الشامي العريق في ديوان المهنة. وصفتنا السرية هي في الجمع بين الحداثة في كل التفاصيل التي تحيط بك عندما تزورنا، وأصالة الطعم مع كل مرة تتذوق فيها أطعمتنا وحلوياتنا. ديوان المهنة من قلب الشام في قلب دبي. مطعم ديوان المهنة، شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي. 0435232300. سلام عليك ابو سعيد. وعليك السلام ابو عبد الله. صدق انك بعت بنايات ب50 مليون؟ ايه صدق، وليش زعلان؟ كيف وبنايتي عند بناياتكم نفس المواصفات ونفس العمر وما يبت لي الا 20 مليون؟ الله يخلي شباب هالدار. نو بعد شباب هالدار، حد عنده عقار وما يعرف قصر الملوك للعقارات؟ سلمتهم البنايه قبل ما تجهز، وهم استلموها من عند الاستشاري وسووا لي الدراسه واجروا للبنايه باعلى سعر، وداروا للبنايه كأنها بنايتهم من تاجير وصيانه وحراسه ونظافه ومتابعه ماليه وقانونيه وتقليل شهري وصلني لين البيت. لين البيت؟ لا بخبرك، هم اللي باعوها 50 مليون، لأن متشوف بنايتي كأنها مبناية البارحة، مو بناية كأنها عمرها 100 سنة. عيال عطني أرقامهم. قصر الملوك للعقارات، شركة مساهمة خاصة، رقم المجاني 800-5773. أنا كصاحب عمل صار توسيع الأعمال بالنسبة إلي حلم، لازم وظف ناس أكتر، اشتري معدات جديدة، يا ريت عندي فلوس أكتر لكبر أعمالي. اعتمد على الإسلامي لتمويل الأعمال التجارية من بنك دبي الإسلامي، واحصل على مبلغ يصل إلى 2.5 مليون درهم بكل سرعة وسهولة. استمتع أيضا بخيارات مرنة للسداد تصل إلى 4 سنوات. اتصل ب 04-609-2525 أو تفضل بزيارة dib.ae. تطبق الشروط والأحكام. أوف، وين الكريدت كارت مالي؟ آخر مرة، أسفة والله آخر مرة. لا يكون رحتي تو اكسل مرة ثانية. ما قدرت أمسك، عمري عروضهم قوية. ما لومك. تو اكسل تقدم تشكيلات رائعة من الأثاث وبأسعار غاية في الكرم. تفضل بزيارة أي من معارضنا أبو ظبي مارينا مول، دبي أب تاون مردف، شارع الوصل ومركز الغرير، الشارقة بجانب ميجا مول، واستمتع بالعديد من العروض الترويجية.